السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد من قناه ليناز كيتشن او لا مطبخ لينا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مرزيه. كيف كتشوفوا الاجواء ديال العيد، وهذا ضروري ما نحضروا المرزيه في الدار، كتجينا يا سلام ما نشبعوش منها. مهم بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، وان شاء الله غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله البنات، غادي نحتاجو اول حاجة عندي هنايا واحد الضويمة ديال البقري ولا الغنمي اللي بغيتو نتوما، عندي بزار، عندي كذلك زيت الزيتون، عندي ملح، عندي سكنجبير، وكذلك عندي شوية ديال القرفة، وعندي الخرقوم، وعندي قزبر يابس مطحون، عندي كذلك قزبر ومعدنوس، وعندي السمن، وعندي كذلك العسل، وكذلك عندي واحد البصله كبيره مشلضه، وما نساوش البنات العطريات ديال المروزيه، وكذلك الثومه. عندي تقريبا شي ثلاثه الحبات ديال الثومه ولا اربعه الحبات ديال الثومه. وما نساوش اللحم البنات، اللي خاص يكون يا اما من العنق يعني من العنقرة، او لا من الفخاد يعني الملج، خاص ضروري يكون اللحم ارطب. غادي ندوزو لطريقة التحضير. اول حاجة البنات غادي ناخدو طنجرة الضغط، غادي ندير فيها اللحم ديالنا او اللحيمات اللي عندنا، من بعد غادي ندير واحد نص ملعقة صغيرة ديال البزار، عندي كذلك ملعقة كبيرة ملعقة صغيرة عامرة بسكنجبير او الزنجبير، كذلك عندي معلقة صغيرة عامرة بالقزبر يابس ومطحون او زريعة القزبر، عندي كذلك خرقوم او كركم ملعقة صغيرة عامرة، عندي كذلك قزبر ومعدنوس مقطعين اللي كيكون طريين، هنا عندي تقريبا جوج معالق كبار، الملح البنات كندير غير شويه ما كنكثرش، على حساب عندي السمن، وعندي كذلك الضويمه ديال البنه وضويمه ديال الزعفران، حتى هما كيكونوا مالحين. درت ملعقه صغيره ديال السمن، دابا غادي نزيد شويه ديال الملحه، ما غاديش نكثر كيف قلت لكم، عندي كذلك المروزية، غندير واحد معلقة كبيرة ديال المروزية. المروزية البنات معروفة عند العطار، يعني تقول له عطينا العطرية ديال المروزية غادي يعطيها لكم. عندي كذلك زيت الزيتون، المهم كل واحد هو القياس ديالو. وفي الأخير غادي نضيف البصلة، اللي بغى يدير جوج بصلات يديرهم، انا اكتفيت فقط ببصله واحده كبيره. عندي كذلك الثومه، غادي نزيد جوج فصوص اولا ثلاثه ديال الثومه، عندي كذلك البنات الضويمه ديال الزعفران تهية، وكذلك شويه ديال الضويمه ديال البنه. البنات هنايا عندي صداع حيت الوليدات الصغار كيلعبوا في الزنقه، داكشي علاش كاين صداع. دابا غادي نضيف شويه ديال الزعفران، اللي عنده زعفران شعره يديرهم، حتى هو كيجي زوين والمذاق ديالو زوين.
صافي البنات دابا غادي نشعل البوطه وغادي نخليهم يتشحروا، وغادي نحرك المكونات كاملين باش ينسجموا مع بعضياتهم، ودخل لينا هذيك العطريه في اللحم. ولا بغيتو تخليوه مرقد ما كاين باس خليوه مرقد. دابا غادي نسد على الكوكوت ونخليهم يتشحروا شويه. ندير البنات كذلك واحد الكميه ديال الزبيب او العنب مجفف، وعندي كذلك اللوز. غادي نحط الماء يطيب باش نديرو على اللوز. ديما طابلي الماء غادي نشوف الكوكوت فين وصلات، نحركها باش ما يلصقش ليا العطريه والبصله مع الطنجره. صافي كيف كتشوفوا انا كنقلي اللحم. من بعد البنات غادي نزيد عليه الماء سخون، يعني الماء طايب، غادي نروي به. المهم ندير الماء على حسب اللي غيطيب ليا فيه اللحم. صافي من بعد غادي نسد الكوكوت وغادي نخليه حتى يطيب لنا اللحم مزيان مزيان، وندوزو اللوز والزبيب. اللوز درت له الماء بارد وخليته يبقى مرطب، وكذلك عندي الزبيب غادي ندير له الماء طايب باش غادي نحيد ديك القشره، سهل عليا باش نحيدها. غادي نخليه واحد ربع ساعه تقريبا، ومن بعد غادي ننقيه ونزول ليه ديك القشره ديالو. ودابا البنات راني حليت على الطنجره ديالي، كيف كتشوفوا صافي راه اللحم طاب لينا. غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال القرفه، معلقه صغيره البنات ديال القرفه، وكذلك عندي واحد جوج معالق كبار ديال العسل. كتشوفوا ضفت جوج معالق كبار ديال العسل، وكذلك غادي نضيف الزبيب او لا العنب المجفف. من بعد ما صفيت ليه الماء اللي كنت رطبته فيه، صافي دابا غادي نخلط المكونات كاملين وغادي نغطي على الطنجره ديالي ونخلي بوطه شاعله فوقها. دابا غادي ندوز اللوز، غادي نحيد ليه ديك القشره ديالو. صراحه راني خليته اكثر من ربع ساعه، تقريبا خليته واحد نصف ساعه اولا ساعه الا ربع، ولكن كنظن غير 15 دقيقه كافيه باش انه يرطب لينا وتسهل علينا باش نزولوا ليه القشره ديالو. صافي انا غادي نحيد القشره كامله وغادي نشفو مزيان ونقليه في الزيت بارده. وهكا البنات كنكون ساليت الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. والمرزيه ديالنا كتجينا على هذا الشكل، هذا كتجينا معلكه وبنينه وزوينه صراحه، اللي ذاقها عجباته وكاملين نشكروها. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير ديالكم الزوينين، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الناس صحابكم والاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم. ونتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله، مع السلامه.